السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي. اليوم إن شاء الله بعد ما وصولي إلى 1000 مشترك سأقدم لكم هدية جميلة جدا، وشكرا لكم لدعمكم لي والاشتراك في قناتي. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم أكل مغربية تقدم بالأفراح والمناسبات وأيام الجمعة إن شاء الله. هذه الأكلة تقدم باسمها الكسكوتو بالزبيب والبصل والحمص، أكلة جميلة جدا ومغذية وبسيطة وسهلة، وأرجو أن تنال إعجابكم إن شاء الله. سأبدأ بالمكونات. أولا أهم شيء بالجاج بتجيبوه وبتغسلوه أول شيء بالملح والليمون والسكين كبير أو الزنجبيل، وبتتركوه منقوع، بعدين بتغسلوه مظبوط وبتدهنوا نتفة زيت صغيرة وبكون جاهز للاستعمال. ومحتاجين بصلتين كبار، 3 بصلات، والعطرية أو البهارات هي عبارة عن الملح والفلفل، الخرقوم أو العصفر، التحميرة أو البابريكا، وفلفل أسود وعود قرفة ومكعب ماجي. سأبدأ الآن بالتحضير. أول شيء سأضع البصل والثوم، وضعت الآن بصلتين وثومة مع في الطنجرة وحطيت فيها زيت زيتون، يكون كفاية. نضل نقلب فيه مدة شوية لحديث ما يدبل من الزبلان يعطي طعم، هذا بعطي الطعم مخيط. أضع البقدونس المقطع، العطرية أو البهارات اللي قلت لكم عنها كلها مرة واحدة، كعب الماجي حطته، ونقلب حتى يدخل المزيج كله مع بعض. نضع قليل جدا من الماء، مقدار يدوب معلقة صغيرة عشان البهارات ما تنحرقش، ما نضعش كثير لانه البصل بردي بنزل الماء. بنجيب الدجاج اللي احنا نظفناه ونوضعه بالتدريج، هذه انا حطيت مقدار دجاج واحدة حسب افراد الاسرة. نقلب حتى يدخل المزيج كله مع بعض، ونقلب حتى تدخل العطرية والبهارات كلها مع بعض تتمازج، والدجاج ياخذ مع بعض مع نفس الطعم. لو حسيتيها ناشفة تضع قليل جدا من الماء، لأن البصل زي ما قلت بدخل بنزل ماء كثير. ونتركها بحال هكا. نروح للخطوة الثانية. الخطوة الثانية بنضع الزبيب، هذا أنا الزبيب حطيت فيه مية ونقعته شوي، زبيب في الطنجرة هنا هاي الصغيرة. الحمص أنا جبت علبة جاهزة حمص، إذا ما عندكيش علبة جاهزة طبعا بتسلقيه وتنقعيه بالطريقة المعروفة.
لعود القرفة والبهارات نفسها، الملح والفلفل وسكين جبير والتحميرة. ونضيف معاه كمان معلقة سكر ونتركه نحطه على النار يغلي، وورجيكم الطريقة كمان شوي. والآن سنقدم لكم النتيجة النهائية لهذا الطبق. هذا الطبق يقدم في المناسبات والحفلات ويوم الجمعة، وعادة يقدم في طاولة وكل العائلة تأكل نفس الطبق. ما هذه زادت من المرقة. أتمنى لكم قد نال إعجابكم هذا الطبق، ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت. إن شاء الله شكرا لكم لدعمكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما طابت الزبيب والبصل، الزبيب والحمص بالعطرية تاعتها، وبعد ما طابت اللي طيبته أنا، حطيت بالآخر معلقة سمنة وخليته يطيب مع بعض، فبتعطيها مذاق طيب. أول شيء طبعا بنحط المرقة، مصفة الدجاج على وجهه، والزبيب والبصل حطوا على الوجه. والآن سنقدم لكم النتيجة النهائية لهذا الطبق. هذا الطبق يقدم في المناسبات والحفلات ويوم الجمعة، وعادة يقدم في طاولة وكل العائلة تأكل نفس الطبق. ما هذه زادت من المرقة. أتمنى لكم قد نال إعجابكم هذا الطبق، ولا تنسوا وضع لايك واشتراك وكومنت. إن شاء الله شكرا لكم لدعمكم لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.